الوقت لحتى نبدا معكم بفقرات حلقه اليوم. حكينا قد ايه صعب نلاقي رفيق حقيقي بهذا الوقت، بس بحال لقينا قد ايه مهم فعلا انه نحافظ على هذا الشخص وعلى وجوده ونضمن استمراريه هي العلاقه معه. مهم جدا هذا الموضوع، وصراحه يا نور انا ما عاد اقدر اتحذر، يعني علاقات تمتد لسنوات وسنوات بموقف تنتهي وكأن شيئا لم يكن، فهل هي كانت علاقات صداقة حقيقية من البداية، ولا طرف من الطرفين ناطر الثاني على غلطة والقشة التي تقسم ظهر البعير، أو هي تراكمات فعلا؟ كيف منقدر نبني صداقات حقيقية وقريبة ومتينة جديدة؟ كل هالتفاصيل وهالأسئلة رح تجاوبنا عنا الأستاذة اللي صارت معنا بالاستوديو، هي اختصاصية نفسية شذا عبد اللطيف. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك معنا اليوم، يعني باليوم العالمي للصداقه قديش حلو هذا اليوم فعلا يكون هذا الصديق الحقيقي موجود بحياتنا، نكون ممتنين لوجوده طبعاً. اللي عم نتشارك معه ادق التفاصيل، الاشياء اللي انا ما بقدر اطرحها قدام اي شخص بالحياه انا اليوم قادره اني احكي له اياها، ما رح يغير نظرته فيني طبعاً. رح يعرف انه في سهوه انا صارت معي، رح يوقف معي، رح يساندني، والانسان دائما بمواقف معينه بيكون ضعيف بحق نفسه. خبرين عن هذا الصديق، امتى بعرفه انه هذا هو؟ تماما، بدايه قديش مهم العلاقات الانسانيه بشكل عام، وقديش مهم وجودنا بشبكه اجتماعيه داعمه وبعلاقات صحيه، قديش مهم وجود صديق حقيقي قدرانين نتشارك معه كل مواقف الحياه اللي هي عم بتصير معنا، يكون مستمع فعال، يكون قادر انه ما يطلق احكام علينا، يقدر انه يسمعنا باي شيء حابين انه نحن نحكيه. وجودنا مع اشخاص صحيين حقيقيين داعمين رح يخفض من عنا مستويات القلق والتوتر، وخصوصي لما نحن بنقدر انه نشاركه بكل التفاصيل اللي هي صارت معنا. في دراسات اظهرت انه نحن وجودنا مع اشخاص داعمين هذا الشيء رح يخفف من مستوى القلق والتوتر، حتى كمان رح يزيد عنا متوسط الاعمار بنسبه 50% عن الاشخاص اللي هي بتعاني من العزله. يعني هذا الشيء نحن دائما بنحاول ننصح فيه الاشخاص المترددين للعيادات لعنا، نحاول لهم دائما اربطوا حالكم بشبكه أشخاص داعمة موجودة عندكم بالمحيط، لاقوها، حاولوا فهموا ذاتكم، بعدين لاقوا الأشخاص اللي هي بتشبهكم، اللي هي قادرة أنه تعكس هاي المشاعر الإيجابية بالنسبة لإلكم، لأنه وجودها كتير بيأثر على الصحة النفسية وعلى شبكة علاقاتنا الاجتماعية. تماما، يعني كتير في أقاويل وحكم وأحاديث نبوية وأيضا مقولات مأثورة أكيد عم تعلي من شأن الصديق، وبيقولوا لك انه انتبه وين عم تزرع حالك، انتبه مين الشله اللي موجوده حواليك، شوف مين عم تجالس، الفكر اللي عم يطرحوه قدامك رفقاتك هذا باللاوعي رح يترسخ بذهنك. طيب كيف تبنى الصداقات؟ انا مين بقول عنه انت صديق انت لا؟ تمام، هلا نحن في كثير اشخاص محيطين حوالينا سواء بالصعيد المهني او على الصعيد الشخصي او حتى بقلب البيت، في قلب البيت بيكونوا علاقات صداقه ما بين الاخوه بغض النظر عن العلاقه الرابطه الاسريه اللي هي موجوده. اليوم لما انا بلاقي شخص شبيه لإلي قدران اني انا احكي معه باي شيء انا بدي اياه، قدران انه هو يكون معي شخص فعال، يكون منصت، يكون قادر انه هو يساعدني باتخاذ القرارات، قادر يشاركني مشاركه اللحظات الحزينة قبل اللحظات السعيدة، يكون قادر انه هو يتفهم، يكون عنده قدرة على التفهم، القدرة على التعاطف، يكون قدران انه هو يكون انا بس بمكان ثاني، مكان منفصل، تكون يعني نحن بنقول انه بتلاقي شبيه لروحك. عم تحكي موجود. عم تحكي عن شخص انا لي تجربة هيك صح فعلا، يعني في بيناتنا بلدان بس لما بحاكيه بحس براحة نفسية كتير، بحس عم بحكي مع حالي فعلا، انه الفكرة اللي بدي اطرحها حتى احيانا نفس الكلمات على واتساب او على الانستغرام عم نكتبها نفسها نفس العبارات. طب ضروري صديق يشبهني؟ هلا مو بالضرورة يكون شبيه بقدر ما بالضرورة يكون عم بكملك، عم بكمل نواقص الموجودة هي عندك، بتحس انت انه انا اليوم يمكن بينقصني حدا يسمعني، يمكن بينقصني حدا انه ما يطلق احكام علي بنفس ما ينظر علي بأماكن معينة أنا محتاجة فيها للاستماع. تمام، أنا اليوم يمكن بحاجة أقعد معك وأحكي بغض النظر أنا ماني بحاجة أنه أنت تجي تقولي لي شو أعمل أو لا. تماما، أنا بحاجة بس للاستماع، فلما أنا لما بلاقي هذا الشخص قادر يعطيني هي الشغلات اللي هي ناقصتني بنفس الوقت أنا عم كمله، يعني هي علاقة متبادلة ما بين الطرفين، هي ما فيها تكون من طرف واحد لأنه في سد للحاجات، أنا عم بقدر أعطيه هو عم يقدر أنه يعطيني، وهيك عم نوصل لطريق عم يكون انا وياه عم نشكل علاقه صحيه
وهي عم تكون مستدامة لبعدين. طبعا في شغلة كتير مهمة، في أشخاص بتقول إنه أنا لازم يكون عندي صديق أحكي معه كل يوم مثلا، أو أنا في تماما وشرط، في أشخاص كتير هنن ما كتير بنحكي معهم بس لما بنرجع بنحكي معهم بيكونوا مثل أنا مبارح هلأ تماما، أو أنا مبارح مثلا أنا مسكرة التليفون معهم. فهي مو بكثرة التواصل بقدر ما يكون في نوعية للتواصل، فعالية التواصل تماما، وهو فعال أكيد تماما مثل ما قال ورد، هذا الشخص اللي هو فعلا بعيد ولكن بأي لحظة أنا بحتاجه أنا ملاقيه جنبي. تمام. طيب قديش صداقة كتير حلوة وقديش حلو هذا الصديق اللي بيوقف جنبي، بس اليوم اللي بالزمن اللي نحن وصلنا له ما بقى عم نشوف هدول الأصدقاء، صرنا عم نخاف من أي صديق عم يدخل حياتنا، من أي صديق عم بيشاركنا بالتفاصيل، صرتي عم تخافي إنه يعرف عني هالقصة، يحسدني، ما يتمنى لي الخير، يحفر لي، يضايقني. ليش وصلنا لهذا الزمن ما عاد في صداقة حقيقية؟ عم تضلي خايفة، عم تحطي هيك حواجز مثل ما قال ورد لحتى يثبت العكس. لحتى يثبت العكس تماما. نحن بكثرة الأحداث الصادمة اللي هي صارت معنا وبالسنين الماضية والخبرات اللي نحن اكتسبناها، كثير تعرضنا لخيبات ولخذلان ولكثير مواقف يمكن كشفت كثير أقنعة نحن ما كنا حاطين بالحسبان إنه ممكن الزمن اختلف، انتشار وسائل التواصل الاجتماعي إلى كتير تأثير على كل الجوانب فوق ما بتتخيلي. فلذلك نحن وصلنا لزمن نحن بحاجة إنه ما يكون عندي ثقة مطلقة من أول أو من بداية العلاقة، أنا بحاجة لأفعال هي تثبت، أنا بحاجة لحتى أنا أشوف وصارح هذا الشخص وقدر أعمل معه بنية سليمة. صرتي عم تخافي تصارحي حدا يحط عليك يذلة. تماما. لذلك مهم كتير مهارات التواصل، كيف أنا بدي وصل فكرتي لهذا الشخص، كيف أنا بدي أبني حدودي الشخصية حتى مع الأشخاص اللي هي مقربة مني. وجود الصديق ما يعني إلغاء الحدود الشخصية، أنا بحاجة إنه يكون في عندي حدود شخصية أقدر إني أنا ما خلي إنه هو يتجاوزها، وبنفس الوقت في عنده مساحته الخاصة أنا ما بقدر إني أنا فوت عليها. لذلك حاول بكل بساطة إني أنا شوف شو المؤشرات اللي هي عم تظهر من هذا الشخص، أعرف بالضبط هو اليوم شو القيمة المضافة اللي هو عم بيقدم لي إياها لحياتي، وعلى هذا الأساس أنا أقدر أختار أو شوف بالضبط هو سلب أم إيجاب تماماً بالحياة. تمام. طيب نجي على بيئة العمل. في صداقة ببيئة العمل من خبرتك ودراساتك وبحوثك، هل يتكون صداقات حقيقية ببيئة العمل ولا بتطغى المنافسة وبتطغى الغيرة أحياناً إنه هذا الشخص ما بيعني لي فأنا جاي أتنافس معه؟ أنا بفرقها لما بيكون في ترقية تماما وبيجيبوا اثنين بدهم يختاروا واحد يرقوهم، هون بتطلع السيرة. في صداقة ببيئة العمل؟ تماما. هلا كثير في شغلات تعتمد على إذا أنا اليوم بدي أقول لك في صداقة ببيئة العمل ولا لا، أكيد على الفروق الفردية ما بين الأشخاص، أنا في عندي كثير أنماط مختلفة من الشخصيات فهي أكيد موجودة كلها ضمن بيئة العمل. من ضمن مثلا 10 أشخاص أنا ممكن يكون عندي شخص واحد هو ما يكون محبذ لفكرة إنه أنا يكون عندي صداقة ضمن بيئة العمل. كمان بتلعب دور بيئة العمل الإيجابية، لما أنا بلاقي إنه أنا في عندي بيئة عمل مريحة، أنا أدرانة أني أنا أعطي بإنتاجية أعلى، أنا أدرانة أنه أنا يكون في عندي علاقة مصارحة، في عندي تقدير من يمكن المشرف المباشر، أنا أدرانة أني أنا مثلا لما أعمل تاسكات إضافية أنا أتلقى الدعم، ممكن هذا الشيء بيحفز عندي، ممكن يكون في عندي صداقة بيني وبين المشرف المباشر أو حتى بيني وبين الزملاء. ورح أقول لك كمان شغلة، في كثير أشخاص بتعرف أنه أنا بدي يكون لما بدي يكون في عندي صداقة ما بين الزملاء فهذا الشيء رح يزيد عندي الإنتاجية بمعدل 7 مرات لما أنا بدي يكون عم كون صداقات ضمن بيئة العمل، فهي كتير بتلعب دور إيجابي. الإدارة إلى دور هون، في إدارات طبعاً. بصراحة طبعاً. في إدارات بتخاف تتكون صداقات بين الزملاء ما يصير في شلالية تماماً الشلالية، لأنه بتخاف أنه يأثر على الإنتاجية اللي هي عندي، يعني ممكن أنت تروحوا من باب الصداقة وتتأثر بقى أثر. عندي بيئة العمل. ولكن لما بناخذ من الجانب الإيجابي، لما أنا بشوف أنه أنا وجودي مع هذا الشخص لأنه أنا عم بقعد بالشغل أكثر ما أنا عم بقعد بالبيت تماماً، فضروري يكون عندي هي البيئة الداعمة، لأنه أنا أكيد عم بمرق بمواقف ضاغطة بالشغل، رح وصل يمكن مرحلة من المراحل الاحتراق الوظيفي، فأنا بحاجة لأشخاص داعمة تكون موجودة معي ضمن بيئة العمل لحتى نقدر نتخطى هي الصعاب. وطبعاً مع وضع الحدود الشخصية ما بين الزمالة لما أنا بدي أقول هذا زميل وما بين بدي أقول هذا الصديق، هذا الشيء كتير مهم لحتى أضمن أنا صحتي النفسية ما يكون في عندي آثار سلبية عليها. تماماً. رح ننتقل لنقطة تانية بعالم الصداقة، في كثير من الأشخاص بتحب أن يكون صديقها هو اللي أكبر منا بالعمر يلي ما بده يكون في منافسة وما رح يغار مني وما رح يأثر على حياتي، ولو عرف تفاصيل ما رح يمنني أو يهتني أو يحط علي وحدة.
في اشخاص هيك، شو السبب؟ هلا يمكن في اشخاص كثير محرومه من الادوار العالم اللي هي كبيره بالعمر موجوده بحياتها، او ممكن المحيط هو اللي خلاها توصل لهالمرحله تماما، لانه هي بتشوف انه انا عندي اشخاص من نفس العمر بس انا ما عم يكونوا ناضجين، لذلك انا بدي حدا اكبر. وبنرجع انه مو ضروري اذا كان اكبر هو عم يكون ناضج، ولكن في خبرات هو كثير عم يشاركني فيها، فانا عم شوف انه ممكن يكون في مراحل من النضج انا عم بتعلمها منه، او في دروس مستفاده، فانا بلحق انه انا بدي شخص يكون سابقني بالحياه ليقدر يعطيني الدروس لحتى انا اوصل على البارد المستريح، وما اعذب حالي انه انا خوض التجارب نفسها اللي هو عم يخوضوها الاشخاص الاخرين. ولكن في كثير لغط بيصير ما بين هذا المفهوم، لانه في اشخاص كثير ممكن بتاخذ يعني بتسلك نفس السياق يلي عم يسلكه الاطراف الثانيين، وهذا الشيء يعني لا 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 السياق سياقك، ولا المقياس مقياسك، ولا الطريق هو طريقك، وانت تجربتك الخاصه ولك طريقه تفاعل خاصه مع الامور تماما. فلذلك بيروحوا بيسلكوا بنفس الطريق وبيلاقوا انه انا وصلت لطريقه مختلفه، طبعا حتوصل لطريقه مختلفه لانه التجربه مختلفه تماما. ولكن كثير عم نلاقي انه الاشخاص عم بتروح بس لانه انا بحاجه لزياده خبره، وانا بحاجه لاشخاص انهم بيزيدوني بالوعي ليعطوني مصلحجيين تمام براغماتيين ممكن في ناس تبني الصداقه على قصه مصلحه، يعني انا بعرف منفعه متبادله بتكون هلا لا منفعه احاديه عم تكون بمعظم الاحيان، انه انا بيجي شخص لي مصلحه معه فبرافقه، تخلص المصلحه ما بقى ما عاد يعرفني اذا بدي اقول له مين معي، فهو ما كان صديق، هو شخص مرق بحياتي يمكن عم بسهل له وصوله. في ناس بيعشموا كثير، يعني بيرفعوا شان العلاقه لاعلى سقف لانه هن بيحبوا يعيشوا الحاله تماما. بس خلصت الحاله هي اليوفيريا بيقولوا لها، بعدين بيرجعوا للحضيض تماما. فانا ما بدي اعشم ناس واقول له انت صديقي الصدوق وانت اخي واطلبني وقت اللي بدك وبدق على صدري. حاول تكون متوازن العلاقه ويكون في عندي انا لما عم بعطي نفس القدر اللي انا عم باخذ فيه تماما، لاوصل لطريق انه انا لما بدي يمكن تنفك هي الصداقه ما يكون التاثير السلبي كثير كبير علي، وما اكون حاطط بجعبته كل اسراري وكل نقاط ضعفي وكل الشغلات اللي انا يمكن بخجل اني اقولها للاشخاص الثانيين فانا حاططها عنده. فلذلك ضروري كثير وجود الحدود ما بين اي شخص هو موجود بحياتنا، سواء صديق سواء اي شريك كان. كان يوفيريا او يوفوريا، فالموضوع لا بده ضبط اكثر من الموضوع صداقه. طيب شو الامور اللي اذا انا عملتها فصداقتي الى الزوال؟ تمام، هلا نحن خليني اقول شو الشغلات اللي هي اللي بتكون موجوده لحتى انا تضمن استمراريه العلاقه. والنقيض لإله، والنقيض لإله هو الشيء اللي هيكون سبب الفشل. سبب الفشل لما انا بدي يكون عندي الصدق والامانه والثقه اللي هي موجوده ما بين هدول الاطراف، لما انا بكون عم لاقي هذا الشخص هو عم يقدم لي الدعم الفعال بالخبرات الصادمه، بالخبرات الحزينه، بالخبرات السعيده، لما انا عم لاقي هذا الشخص هو موجود بكل شيء وفي قيمه مضافه عم يعطيني اياها، هون انا بلاقي انه انا على ابواب صداقه هي ممكن انه هي تستمر. وحتى بيقولوا لك انه انت بحاجه ل 200 ساعه من التواصل الفعال لحتى تبني علاقه من الصداقه موجوده ما بينك وبين الطرف الاخر. فانا لما بلاقي في غياب مثلا لانعدام الثقه، انا هذا الشخص عم بيكون في كذب تماما، في كذب بحياتي، عم بيكون سلبي، عم يعطيني طاقه سلبيه. يعني حتى نحن في مجموعه اصدقاء بتكون موجودين بحياتنا، شخص كثير قادر بيكون يعطيك طاقه ايجابيه وبتحس معه انه انا قدران اني انا اطلع وانشر السعاده. اشخاص ثانيين لما اقعد معهم بحس انه انا طاقتي خلصت، انا ما عاد عندي القدره على الانتاجيه، انا خلاص هلا يمكن بحاجه اروح احط راسي ونام اشحن حالي بالطاقه. فهذا الشيء كثير مهم، لما انا بلاقي هذا الشخص قادر يعطيني من الطاقه اللي هو عنده اياها، قادر يكون فعال جدا بحياتي. فهي الشغلات لما انا بلاقي النقيض لإله، ولما بلاقي انه هذا الشخص عم يكون توكسيك اكثر بحياتي، فهون انا بلاقي انه الامور عم تروح للفشل. اكيد بلا، لانه انا بحاجه، يعني انا هذا الوقت هو لإلي، فانا بحاجه انه اقضيه مع اشخاص داعمين ايجابيين قادرين انه هن يكونوا مريحين بالنسبه لإلي تماما. في ناس كثير لطيفين ولطيفين زياده عن اللزوم، وهن مفكرين انه هيك عم يكونوا صداقات كثير حقيقيه وكثير حلوه، انه انا ليك انا لطيف، انا واضح، انا صريح، بس هي اللطافة عم تعمل نفور، بيقول لك انه انا يعني لاني طيب، لاني محترم، لاني واضح وصريح جدا، عم بفقد كثير من الصداقات وعم تكون عكسية. شو السبب اللي عم توصل هدول النموذج؟ هل البيئة، هل الأهل، هل التربية بتلعب دور؟ أكيد، لما أنا بشوف مثلا الأهل عم يتصرفوا بهي الطريقة مع مثلا رفقاتهم، فأنا عم بتعلم نفس الشيء، وأنا عم بتعلم كون طيب، عم بتعلم إني أنا أعطي من دون مقابل. يعني حبيتي المج خلص يلا خدي خدي، إنه لا أنا بس بدي لا بدك تاخذي تماما، هي اللطافة.
رح اقول لك انه ممكن يكون في عندهم شعور انه هن مانهم جيدين بما يكفي، فبيحاولوا هذا الاسلوب لهنهم يجذبوا الانتباه او يحاولوا انهم يستقطبوا اشخاص كبيره يحطوها بمحيطهم. انه انا ممكن اذا بعطيك هي الشغله اللي انت بدك اياها حتكون رفيقي، حتصير رفيقي كثير. تماما، حتصير رفيقي كثير لما انا اكون عم اقدم لك هي القصص. ولكن القصه هي مانها هيك، هي بحاجه لقواعد كثير اساسيه ومتينه وبناء صريح لحتى انا اقدر اني انا استمر بهي العلاقه. ولكن الاهل اكيد لهم دور كثير كبير، لما انا بلاقيهم انه هن عم يتصرفوا بهذا الشيء فانا رح اتعلم هذا الشيء من الطفوله ورح بلش يعني مارسه، وهو يكون مكتسب بالنسبه لي بكل مراحل حياتي، وهذا الشيء رح ياثر كثير اثر سلبيه لانه انا عم بتعلم اني انا عم بعطي اشياء مثلا ممكن تكون ماديه ممكن تكون معنويه لحتى انا يكون في عندي مقابل لاني انا اكسب رفقات. صحيح، بس الصداقه مو بالماديات. طبعا ولا ابدا مو بالماديات، ولكن هي بالمواقف الحقيقيه. صح. يلي هي بتكون عم بتصير مع الشخص وهو قادر يكون جنبنا. تماما تماما. يعني اذا عندك 7000 جهه اتصال بموبايلك ما بيعني انه انت عندك 7000 صديق. شكرا لوجودك معنا، شكرا، يسعد صباحك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا.